أعزائي، أسعد الله مساءكم في كل خير، وأهلا وسهلا بكم. في البدء، إنا لله وإنا إليه راجعون. في هذا الصباح غادرنا النجم العربي الكبير الممثل محمود ياسين ابن مصر العربية. محمود ياسين الفنان الجميل اللي تعلمنا منه العشق والرومانسية في أفلامه، كان مع فاتن حماما، كان مع نجلاء فتحي، مع كبار الشخصيات اللي مروا على الشاشة العربية، فكان هو النجم الكبير مثله مثل البقايا. فمحمود ياسين فنان كبير لا يعوض، لكن أمر الله هو الأهم وهو الأعظم. الله يرحم محمود ياسين ويصبر قلب زوجته الفنانة الشهيرة وابنه وبنته رانيا، الله يخليهم ويعوضنا سلامتهم. فمحمود ياسين فنان كبير، نتمنى منكم أن تقروا الفاتحة على روحه، لأنه كان فنان عظيم وإنسان عظيم. واللي كان يشدني بمحمود ياسين اللغة العربية الفصحى، ما سمعت واحد بيقول لغة عربية فصحى مثل محمود ياسين. صوت دافئ بيطلع منه اللفظ سليم 100%، يعني لفظه مع ديكوره مع شخصيته كان 100% راكبة معه. وأخيرا الله يرحمك محمود ياسين، والله يرحمنا جميع، والله يعودنا سلامتكم جميعا. إنا لله وإنا إليه راجعون.